وللحديث عن ملف الشهادات المزورة وشهادات الدكتوراه الفخرية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى مصلح الصبيحي. حياكم الله دكتور مصطفى. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور مصطفى. بداية، ما هي الأسباب التي تدفع وزارة التعليم العالي لتجاهل الشكاوى بشأن الجامعات الوهمية في العراق؟ في البداية أشكر لقناتكم على هذه الاستضافة والمواضيع التي تلامس اهتمام الشارع العراقي. أستاذ الكريم، الأسباب التي تقف وراء صمت وزارة التعليم العالي على الشهادات المزورة الإجابة واضحة تماما. بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2020 2020 في قناة الحرة الأمريكية نشرت خبرا تحت عنوان الشهادات، وعلى أحد الأشخاص ذو مناصب رفيعة في الدولة تعيد فضيحة الجامعة الإسلامية على المواجهة في التفاصيل الخبر، وأشارت الصحيفة على تورط عدد من المسؤولين العراقيين في فضيحة الشهادات المزورة. وردا على ذلك، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية والثلاثة منهم هي الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم والجامعة الإسلامية والجامعة الجنان، لعدم التزامها بمعايير رصينة وعلمية وفقا لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، بحسب ما نشر أيضا وكالة الأنباء العراقية في نوفمبر سنة 2021. فإذا كان هناك من الرجال الدولة المشكوك بشهادتهم، فمن الطبيعي أن هذا الصمت والتجاهل. أيضا يعني من هو المستفيد برأيك من فوضى الشهادات المزورة والجامعات الوهمية في العراق؟ يعني نستطيع القول أن العراق في العراق الإرهاب متعدد الأوجه، ومن الإرهاب التفكيري والفساد والشهادات المزورة والتي هي أيضا وجه آخر للفساد. الإجابة على سؤالك أستاذ الكريم، بالتأكيد المستفيد الأكبر هم الطامحين في الاعتلاء المناصب الحكومية، وخاصة نجد أن الإقبال على الاقتناء والشهادات الدراسات العليا قبل فترة الانتخابات، مع العلم لا يشترط الانتخابات البرلمانية أن يكون شخص حاصل على شهادة جامعية أو شهادة عليا، حيث نجد منهم من لم يحصل حتى المؤهل الثانوي سواء في الدورة الحالية أو في الدورات السابقة. ولكن من هذا نرى أن هناك سباق من المرشحين للحصول على لقب الدكتور لإقناع الناخبين بانتخابهم، أو مجرد التفاخر لأمر الذي فتح سوقا كبيرا للشهادات المزورة. وهذا الأمر فتح الباب أمام بعض المتفردين في الماء العكر، الجامعات الوهمية والأكاديمية والمزيفة لكلب متزايد عليها. بالنسبة للانعكاسات، انعكاسات هذه الظاهرة على العملية التعليمية وسوق العمل في العراق، ما هي هذه الانعكاسات برأيك؟ أستاذ الكريم، انعكاسات مخيفة ومقلقة، خاصة إذا كان السياسي الذي هو الأساس ويحمل أمانة ومسؤولية للدفاع عن البلد وخدمته، فمن يحملون الشهادات المزورة وشارك في هذا العمل، فبالتأكيد نحن أمام مصيبة كبيرة. وعيب علينا أن نقول أن البلد يمر بأزمة سياسية، وأن البلد لماذا لا يتطور، ونحن نعرف ونعلم في بعض السياسيين هم أساس الفساد والخراب. يعني الآن ما هو المطلوب لتنظيم قطاع التعليم في العراق، وإلى أي مدى لربما بات ضروريا استقلال لجان فحص الشهادات وإعطاء التراخيص بالعمل للجامعات؟ مطلوب التدقيق في جميع الشهادات الوزارية من أعلى منصب لآخر منصب في الدولة، وتغيير الصورة النمطية عن أصحاب الشهادات العليا هم دائما الأكثر علما أو الثقافة، لأن الثقافة لا ترتبط بدرجة علمية أو الشهادة فضلا عن الأنظمة في الدولة. لم تحصر الوظائف أو المناصب على شهادات، ولكن نزولا عن المظاهر الاجتماعية نجدهم يتفاهتون لشراء الشهادات العليا. نعم، إذن الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى مصلح الصبيحي كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.